أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا لم يقبل الموهوب الهدية فهل يلزم الواهب إنفاذها؟ إذا إيش؟ إذا لم يقبل الموهوب الهدية فهل يلزم الواهب إنفاذها؟ لا، ما يقبله، كيف ينفذها وما قبلها؟ إذا لم يقبلها ما تصح الهبة، ترجع إلى صاحبها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.